بونسوار يا أحلى عالم، معكم سماح وفيكم حيطولي وندر وومن. اليوم رح نرجع نكمل سلسلة حلقات علاقات خطرة. حلقتنا اليوم اسمها انت شايفني. كان مرة فرويد وصاحبه او كمان استاذه كان اسمه جوزيف بروير، كان عم بيعالج وحدة اسمها أنا، وهيدي المريضة أنا كان عندها كتير كومبليكيشن، كانت عندها حالة تقريبا سموها بوقتها هستيريا، وهيدي المريضة مع الوقت تعلقت كتير بالدكتور تبعها وصار عندها حالة مثل ما بعرف كيف، تحس انه هي بذكرها ببيا، وصارت علاقتها فيه كتير تطورت، وبعدين صار بدها تتجوزه، بدها يكون في علاقة جنسية بيناتهم، وبعدين بتفكر انه هي حامل منه وبتبلش هون تطارده وتكبر المشكلة اكتر واكتر. ومن بعدها من بعد هيدي الحالة قرر بروير انه يترك المهنة من وراها. تخيل انه فرويد كان دايما معه لجوزيف، فعينا منيح يعني عن قرب لأنا، وعرف انه هي بتعاني من حالة نفسية، وعم بتشبه هيدا الشخص اللي هو دكتورة بشخص قديم واللي هو بيا. لكن شخص بيا طرحته على بروير، يعني الطرح يعني حطت شخصية بيا بشخصيته لهيدا الشخص. ونحنا بكتير من مواقف بحياتنا منعمل نفس الشيء، يعني بيكون بوشنا حدا ومنعصب منه مثلا، منعامله نفس ما كنا نعصب مع حدا شخص قديم في تراكمات بقلبنا تجاهه. بتلاقوا مثلا بيجي الرجال على البيت وفجأة بيعمل مشكل مع مرته، ما في شيء يعني عم يتجادل، وبيصير المشكل كتير كبير، بتفش خلقه فيه وهي مش عم تعنيه لإله. وقت بتكون ماشي بالشارع وبتلاقي وحدة بنت، وفجأة او ماي جاد هيدي هي بنتي اللي بحلم فيها وحبيتها. من وين حبيتها؟ انه مسيو من الدقيقة شفتها انت ماشي. هيدا بتكون انت يا اما صورة حبيبتك القديمة اللي كنت تحبها، او صورة المثالية لامك بتشوفها بهيدي البنت. وفي شغلة كتير منعرفها هيدي ومنشوفها بكل البيوت تقريبا، يلي الكنة والحما بيتخانقوا مع بعض، او مثلا الكنة بتكون شايفة حماتها بصورة هي منا عارفة، ما تفكروا انه هي البنت عارفة، بس شايفتها بصورة امها يلي مثلا بمشكلة بيناتهم او شيء، وبتصير تتصرف مع حماتها على اساس الصورة القديمة تبعول امها. ولازم لازم كتير نفرق نحن وعم نتعامل مع الاشخاص، انت مع مين عم تتعامل؟ يعني مشكلة صغيرة يا جماعة، انه ما في داعي تحط مثلا مديرك، اجاك مدير جديد وتضلك معصب منه على موقف كتير صغير عمله، لا، هيدي باد اكسبيرينس عندك اياها من قبل. فميزوا كتير بعلاقاتكم انه مع مين عم تتعاملوا انتو. لكن سميها الطرح يعني بدي بسط لكم اياها، هي مشاعر تجاه شخص اخر بالماضي منحطها منصبها على شخص بالحاضر. عشان هيك لازم نميز بعلاقاتنا انه تكون عم نتصرف مع الشخص اللي بوجنا على اساس هو الشخص اللي بوجنا. العلاقة ما بتخلو ابدا من جزء من هيدا الطرح او الطرحي، بس نحنا فينا نتحكم فيه اكيد. واذا كانت العلاقة عم تنمو بطريقة صحية بيكون هيدا الجزء يلي هو الطرحي بيكون اقل كتير من جزء الواقع. لما بيعاملونا بطريقة الطرح بشخص كانوا يحبوه هيدا الشيء حلو، بس اذا كان شخص بيكرهوه يعني كيف بدي اعرف انا اللي بوجه هيدا شو مفكرني؟ عاملونا مثل ما نحنا وخلوا الجزء الماضي يكون قليل كتير، يعني عيشوا الواقع. بتمنى لكم ايام كتير سعيدة، وان شاء الله تكون الحلقة عجبتكم. لو عجبتكم اشتركوا بالقناة تبعي بليز، عملوا لي لايك وعملوا شير للفيديو عشان كل العالم تعرف. بتمنى لكم نهار سعيد.